في تنسيق افضل يعني. متى القادم هذا؟ احنا ناطرين القادم احنا. لا راح يضر مناقشه اللجان الى يوم الجلسه، امر طبيعي يعني. شو كان سبب لغياب النائب حسن جوهر اليوم؟ والله ما عندي خبر، اسال الداعي. كان عن نفسك حضرتك اخترت احدى اللجان للترشح؟ طبعا انا مختار من قبل الانتخابات ان اللجنه الاسكانيه هي اهم الاولويات اللي بالنسبه لي. رد فعلهم ايه لما حضرتك عرضت طلبك اللجنه؟ لا في الغالب في تأييد، بحكم ان هذه اللجنة والقضية الإسكانية قضية متبنيها من أيام مجلس البلدي، مقدرين يعني جميع الأعضاء أو في غالبهم هذا الأمر. طيب بالنسبة لبقية الطلبات وعرض بعض النواب على يعني في اختيارهم لبعض اللجان، كان التجاوب عنه؟ عفوا؟ تجاوب الاجتماع على طلبات البعض؟ لا غالب الإخوان كانوا حريصين على أن يكون هناك توافق عام وتوافق في المشهد وتوافق أيضا في التنسيق الحكومي، والموضوع ما يقتصر فقط على اللجان، يقتصر يعني التنسيق العام لخلق أرضية مشتركة في العمل. يعني في جلسة تفتح إن شاء الله راح نستبشر خير بإذن الله. بإذن الله. هل كان في اختلاف؟ هل كان في توافق بين خل ما ناقشنا موضوع نائب الرئيس، خل تتشكل الحكومة بداية وتكون حكومة يعني بإذن الله حكومة جيدة وكل الأمور ستحل. إذا كانت هناك حكومة جيدة سيكون تعاون بين السلطتين؟ طبعا بلا شك. هل كان في اختلاف داخل الاجتماع؟ لا أبدا.